بات الخطف خبزنا اليومي على الحدود، تخرقه أحيانا أنباء التوغل والرصاص، لكن وادي خالد الكبير له قضية أكثر تعقيدا، منه وإليه الجرحى الأحرار، فيه النزوح والحالات الإنسانية السورية، وفيه عشيرتان تمتدان من مشت حسن ومشت حمود، أولى قرى الوادي وصولا إلى تلكلخ وبابا عمرو. ما جمعه الدم لم تفرقه الممرات الحدودية الرسمية. الجرحى بننقل من الجانب اللبناني حتى المرضى السوريين واللبنانيين، حوالي 120 حالة بالشهر نقل، اللي عم نوصل للهرمل، عم ننقل جرحى حتى على الهرمل عم ندخل. ما بنسأل الجريح شو صفته، مين هو، لمين تابع، مؤيد يعني ولا ممكن، معارض. يعني ممكن كتير يكون جيش سوري حر جريح مثلا. الجريح اللي بناخده ما بنسأل لا عن اسمه ولا عن انتمائه، مع ولا ضد ما بيعنينا، بيعنينا انه هذا جريح حالة بده إنسانية. حالة إنسانية بده نقل. ويؤكد الدندشي أن جمعيتهم الطبية الإسلامية التي مولتها تركيا منذ انبلاج الانتفاضة السورية هي في جهوزية تامة لاستكمال العمل في حال التصعيد العسكري على الحدود، والجمعية تنقل جرحى حمص السورية بغض النظر عن انتماءاتهم. بحثا عن قصة اختطاف المواطن اللبناني خالد فيصل موسى، توجهنا إلى النقطة التي اختطف منها خط البترول، وبالمناسبة هو الخط الذي استشهد فيه زميلنا علي شعبان، ليتبين لنا بالحديث مع الأهالي أن موسى اللبناني يسكن في بلدة العرموطة السورية أسوة بمئات اللبنانيين. بيته صاير بقطع سوريا بضيعة اسمها عرموطة العرموطة تابعة لحمص، تابعة لمحافظة حمص، بيته هنيك أرض لبنانية، هو بيته هنيك مقطع لهون، عنده شغلات مطلوب لها هو. يعني معلمة كل الناس بالحدود تشتغل بالتهريب، عارف. منا استدرجته، في ناس استدرجوه للبنان، استدرجوه لهون، وهني منهم وفينا اللي اجوا، بده يكون عندنا هون حدا مش بس بالزبده، هو اتاخذ من اراضي سوريه او هو اتاخذ من اراضي لبنانيه؟ من قلب بيته من هونيك، من بس قلب بيته لانه اللي هو هو بالاراضي السوريه، قلب سوريا، لانه هو بيته هونيك، هو من هون وبيته هونيك، هيدا البيت، هيدا البيت لبنانيه هون. ايه اجوا هن سوريين ثلاثه مسلحين ومبلجمين شوي، حاطين على وجهن، قوسوا رشاقات ثلاثة أربعة على سوريا. نعم بلشت بالمنطقة هون، قوسوا ربع ساعة علينا وما حدا. هيدا اسمه خط بترول، هيدا خط البترول اللي بقيعة كله. ايوه هذا هو، يعني هيدا امبارح سألت عليه القصة، وأكثر شيء اللي عم يصير هيدا اللي استشهد عليه علي شعبان. مظبوط، وأكثر شيء نحن هني عم بيجوا يتحشروا جوا من عنا من أراضينا، السوريين عم يتحشروا بالسوريين. من جهة أخرى اعتقل رئيس بلدية الرامي خالد السويدان البدوي بعدما عبر رسميا عند نقطة البقيعة عبر الممرين السوري واللبناني، فمرورا بحاجز للجيش السوري في قرية العضيمي جرى اعتقاله. أهل الوادي لم يعلقوا أكثر على الموضوع كي لا يثير تعليقهم عرقلة للتفاوض والاتصالات الجارية لتخلية سبيله. الأهالي الذين لا ناقة لهم ولا جمل في التهريب والتخريب يدفعون وحدهم ثمن غياب الدولة. ما نحن بدنا نروح، عنا طرش، عنا أراضي بدها تشرب، عنا أراضي بدها تتفلأ، في ناس بدها تدرس قمحة حبة. شو الحل اللي عم تطلبوه؟ الحل نحن إنه الدولة تلاقي لنا حل. تستمر الدولة اللبنانية في قرارها بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية، تاركة خلفها مواطنين وبيوت يصعب فيها حتى التنفس في ظل الفوضى الأمنية التي صعبت التفرقة ما بين الحالات الإنسانية والأهداف السياسية. من خط البترول على الحدود السورية، غادي فرانسيس، قناة الجديدة.